أمطار صنعاء اليوم وغرق شارع السبعين، انهيار منازل تاريخية في صنعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الأعزاء. انهارت منازل قديمة في مدينة صنعاء التاريخية المصنفة على قائمة التراث العالمي بسبب الأمطار والسيول التي ضربت العاصمة ومحافظات يمنية. وقال سكان محليون أن منازل تاريخية انهارت وتضررت في حارتي بستان السلطان والحسوسة بالمدينة القديمة بسبب سيول الأمطار. وحذر السكان من أن انهيار المنازل أدى إلى إلحاق أضرار جزئية بالمنازل المجاورة للمنهارة. نسأل الله السلامة وأن يحفظ جميع الشعب اليمني وأن يحفظ جميع المسلمين في كل مكان وأن يحفظ جميع البلاد العربية، اللهم أمين، اللهم اجعله صيبا نافعا. وكشفت مصادر محلية عن وجود تشققات وتسرب للمياه في بعض المنازل والمباني التاريخية في صنعاء القديمة، حيث المدينة الأثرية في حارات سبأ والأبهر وخضير والحسوسة والنهرين والفليح وبروم والمفتون باتت عرضة للانهيار بفعل تلك العوامل وغياب أعمال الصيانة الدورية. وأبدى السكان شعورهم بالخيبة لعدم استجابة سلطات الانقلاب الحوثية لنداءات استغاثة من أجل التدخل لإنقاذهم بعد ارتفاع منسوب المياه لمستويات قياسية واجتياح حارتهم وصولا إلى منازلهم مخلفة أضرار متفاوتة. أعزائي المتابعين، وبكده بنكون وصلنا لنهاية خبرنا اليوم. دمتم بأمان الله وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.